ثعلب الدروع بعيون ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال ابن العذراء كما رآه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ربيع القلب كما اعتادت نساء الأردن أن تغني له. بين الثعلب وابن العذراء وربيع القلب حكايات تروي سيرة اللواء الأردني خالد هجهوج المجالي الذي شارك بكل حروب العرب ضد إسرائيل من حرب النكبة بفلسطين عام 1948 مرورا بحرب حزيران أو النكسة عام 1967 حتى حرب أكتوبر عام 1973 ليكتسب بعدها لقب ثعلب الدروع من الملك الحسين بعد أن نفذ أكبر مجموعة خطط وخدع عسكرية أثناء قيادته اللواء المدرع 40 في الجولان قبل أن يستدعيه صدام حسين للتخطيط لمعارك عدة ضد إيران بينها معركة الفاو عام 1988 حين دحر الجيش العراقي الجيش الإيراني ب35 ساعة فقط فاستحق لقب ابن العذراء من صدام حسين في كناية من الزعيم العراقي الراحل تشير إلى أن امرأة لن تنجب رجلا كما أنجبت ابنها أم خالد التي نظمت فيه شعرا باللهجة المحكية عند توجهه للجولان فباتت كلماتها أغنية تراثية تغنيها نساء الأردن وفتيات الكرك خصوصا حتى اليوم. ابن الكرك في العام 1928 في مدينة القصر بالكرك الأردنية ولد خالد هجهوج المجالي لأسرة تنحدر من عشيرة عربية عريقة. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدينة الكرك، عمل مدرسا في بداية حياته في الكرك قبل أن يحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية حتى التحق بالجيش العربي عام 1947 برتبة ملازم ليخوض أولى حروبه ضد إسرائيل في حرب النكبة عام 1948 ثم شارك في حروب حزيران عام 1967 ومن ثم أكتوبر عام 1973 اكتسب خبرة قتالية عالية من ميدان المعارك في باب الواد واللطرون والقدس والكرامة والجولان تدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة لواء ركن حتى شغل أواخر حياته العسكرية منصب المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية تقلد أوسمة عدة بينها وسام الإقدام العسكري ووسام الاستقلال ووسام الكوكبة ووسام النهضة الأردنية ووسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى. من الثعلب لابن العذراء بزغ نجم خالد هجهوج المجال بعد قيادته اللواء الأردني المدرع 40 خلال حرب أكتوبر عام 1973 على جبهة الجولان السورية عندما كانت مهمة الجيش الأردني منع القوات الإسرائيلية من الزحف لدمشق فبعد اكتمال وصول اللواء المدرع لمشارف الجولان في 14 من أكتوبر انتظر المجال يومين للتنسيق مع الفرقة المدرعة 3 العراقية قبل أن يعطي إشارة بدء الالتفاف للواء الأردني في 16 من أكتوبر حيث تحرك من مواقعه في نوى وتل الحارة إلى تل المسحرة ما أجبر القوات الإسرائيلية للتراجع 10 أميال مع استخدام سلاح التاو المضاد للدروع لأول مرة في تاريخهم إلا أن انشغال دبابات إسرائيل بالتراجع 10 أميال للخروج من طوق الدروع الذي أعد له المجال بإحكام مكن اللواء الأردني من تدمير عشرات الدبابات الإسرائيلية وفي 19 من تشرين الأول عاد المجال للهجوم على رأس اللواء الأردني فزحف باتجاه تل مسحرة وجب مرة أخرى بالتزامن مع هجوم القوات العراقية على تل عنتر ليتوغل اللواء الأردني 40 دروع داخل الجولان حتى وصل الشمال الغربي منه لتعاود القوات الإسرائيلية انسحابها لعشرات الأميال ما ضمن نجاح مهمة المجال ورفاقه بمنع إسرائيل من الالتفاف على محور درع دمشق والزحف للعاصمة ما حد بالملك الأردني الحسين وصف المجال بثعلب الدروع بعد أن طبق مجموعة خطط وخدع حربية أجبر بها قوات إسرائيل رغم تفوقها العسكري على الانسحاب والتراجع الصيت العسكري الذي حققه المجال خلال المعارك التي خاضها حد بصدام حسين استدعاءه للمساعدة بوضع خطط حربية لمعارك عدة كان يخوضها الجيش العراقي ضد الإيراني بالثمانينات
على رأسها معركة تحرير الفاو التي نفذها الجيش العراقي في 17 من أبريل عام 1988 خلال حرب الخليج الأولى لإخراج الجيش الإيراني من شبه جزيرة الفاو بعد احتلال إيران للمنطقة لمدة عامين، حيث شارك المجال بوضع خطة للعملية العسكرية على 3 مراحل استطاعت القوات العراقية من خلالها تحرير كامل شبه جزيرة الفاو في حوالي 35 ساعة وتكبيد الجيش الإيراني خسائر كبيرة ما بين قتيل وأسير. أغاني الصبايا. تاريخ خالد المجالي لم تكتبه فقط مناهج ومراجع السير العسكرية، بل أرخت له أغاني الأردنيين بكلمات من أمه أم خالد التي كتبت له في لحظة اشتياق عام 1973 عندما دخل اللواء المدرع 40 إلى سوريا. لكن أم خالد لم تتوقع أن تتحول كلماتها لأغنية تراثية ترددها نساء الأردن وصبايا الكرك حتى الآن، لتتغنى بقيم الرجولة والحب بكلمات تقول: قطعت أنا حدود سوريا وأنا على الخل دوارة، يا حارس الشيك وافتح لي وملكرك جيت زوارة، اندهلي خالد قفل بيبان ربع قلبي ونوارة، ضابط على الجيش متعلي يآمر على جنود سفارة. وقد عاش المجالي وهو يسمع الأردنيين يتغنون به حتى وفاته عام 2007. وأنت، هل لديك كلمات توجهها للأردن وعائلة المجالي لتذكرهم بثعلب الدروع وابن العذراء؟